معرض الكتاب، معرض القاهرة للكتاب، واحد من أهم الفعاليات الثقافية في العالم العربي وطبعا بالنسبة لنا في مصر. المعرض ده أول معرض اتعمل في بلدنا كان سنة 1969، يعني السنة دي في 2019 بيتم 50 سنة بالتمام والكمال، وهو ما يسمى باليوبيل الذهبي. 50 سنة مش بس من ملايين العناوين من الكتب، إنما كمان الآلاف والآلاف من الندوات والمحاضرات والسجالات والأزمات. يعني في أوقات كان معرض الكتاب هو مسرح لقضايا تتفجر والمجتمع يقعد يناقشها، أو حتى تدخل المحاكم أحيانا إلى أن يصلوا فيها إلى رأي فصل أو ما يصلوش لرأي فصل. هكذا هي الثقافة والتنوع. المهم أنه السنة دي في حاجتين مختلفتين: واحد أنه في احتفال بخمسين سنة، اتنين أنه ده لأول مرة من عشرات السنين يتنقل معرض الكتاب من أرض المعارض في مدينة نصر إلى مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس. 50 سنة معرض كتاب. الدولي للكتاب بيحتفل السنة دي بعيده الخمسين. 50 سنة ثقافة، 50 سنة كتاب، ندوات وأنشطة للأطفال وحفلات مسرح وسينما وكتاب من كل أنحاء العالم. افتتاح المعرض هيكون يوم 23 يناير في مكان المعرض الجديد، مركز مصر للمعارض الدولية على محور المشير. معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوبيل الذهبي. متجمعين في القاهرة. أحمد حلمي.